كلموني من عند الدكتور، تقرير جاهز. بعت مسعود يجيب. نط في عربيتك وتعالى لي حالا عشان نقرا سوا. حاضر. هنعمل ايه في موضوع الورث يا فتحي؟ ما ترسينا. طب بتقول لنا ايه اللي في دماغك؟ لا بقول لكم ايه، انا مش عاوز لت دلوقتي نهائي. ماشي، اعتبروني مشيت. يلا. ايه يا عم ياسر؟ علم علمك. وحشتوني يا لبنى انت وسيف، حتى انت يا مريم وحشتيني، بس انتوا الاتنين انا مطمن عليكم خلاص، مفيش بعد الموت اذى. انما مريم قلبي واكلني عليها، محبوس هنا مش عارف اخدها بين ضلوع احميها. عمري في حياتي ما اتكسرت كده، ولا اتذلت بالشكل ده، ولا قعدت ايدي متكتفه كده. بس وغلاوتكم عندي مهما حصل، ومهما عدت الايام وكبرت وظهري اتحنى، لا هفضل فاكر حقكم، وهاخده شافعي وملكي وابو حنيفه. مش ليه يا فتح؟ استنيتك نفتحه سوا. اصل فتحة الظرف دي مش بالسهل يا فتحي، دي ممكن تفتح علينا ببان خراب وتولع في كل اللي بينا. ساعة ما الظرف اتحط قدامي أنا قاعدة بصاله، فكرت أقوم أحرقه بدل ما أفتحه يا فتحي. ولما تحرقيها ترتاح يا فتحي؟ لا يا أخويا مش هرتاح، وعشان كده ما حرقتوش. في ايه يا فتى؟ في ايه؟ أول مرة أتحير وأنا مستنية التقرير ده. أقول لنفسي أنا أوحش تطلع كذاب ومقرطصني، لاني زي ما انا ما بخلفش. انهي فيهم كانت هتوجعني اكتر؟ عشان كده كنت خايفه افتح الظرف يا فتحي.
حقك عليا يا فتى، حقك عليا. نفسي تطلع كداب. أنا إني أتأكد إني مش مكتوب لي خلفة. بعد ما رجع بقى عندي أمل، حاجة عليا. بس يا حبيبي، بس يا روحي، أنا مش عايز حاجة من الدنيا غيرك. بس يا روحي، بس يا روحي، بس اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.